سالي، رح نبلش اولى محطاتنا لليوم مع المساحه الطبيه. ومثل ما بنعرف فيروس كورونا يمكن ما زال لسه عم يتصدر المشهد، واسئله واستفسارات كثيره عن هذا الفيروس وايضا مرضى الامراض المزمنه. اليوم تحديدا رح نحكي عن مرضى القلب، من هم الاكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا من مرضى القلب، واذا اصيبوا مرضى القلب بالفيروس كورونا كيفيه التصرف. اسئله عن هذا الموضوع رح يجاوبنا عليها الدكتور ضيفنا احمد العايد، استشاري في امراض القلب والقسطره القلبيه. يسعد صباحك دكتور احمد. صباح الخير. الله يعطيكم العافيه. الله يخليك. يسعد صباحك دكتور. نحن دائما بدنا نبدا بصباح الصحه للجميع، ومثل ما بنعرف نحن بجائحه كثير كبيره، جائحه عالميه، وايضا نحن بطور الانتشار حاليا. مرضى القلب عم يقولوا دائما هن اكثر عرضه للخطر في حال دخل فيروس كورونا لجسمهم، لأي حد هي المعلومة صحيحة؟ الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. بدي انتهز هالفرصة أول شيء اترحم على الأطباء اللي قضوا خلال مواجهتهم لهالوباء اللي توفوا هن قائمين على رأس عملهم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وهن أكثر من 40 طبيب صاروا إلى الآن. فالرحمة عليهم وعلى كل طبعا اللي صارعوا هالمرض. بالنسبة للفيروس ومرضى القلب، فعلا هو في مرضى معينين بيستهدفهم أكثر، هن عرضة أكثر للإصابة بهالفيروس. بالنسبة لأمراض القلب هي مرض ارتفاع التوتر الشرياني هو الأكثر. بالمرتبة الثانية بيجي مرض قصور القلب، هن عرضة أكثر للإصابة بهالفيروس وبيكون أكثر عدوانية عندهم. طبعا نتيجة وجود مستقبلات معينة بالخلايا هي أصلا بتكون عندهم زايدة أكثر، فمن خلالها بيدخل الفيروس للخلايا الرئوية بيكون الأذى كتير كبير عندهم. نعم. كمان بعض مرضى القلب اللي بيكونوا خاضعين لبعض العمليات اللي هي بتنظم طبعا عمل القلب، منهم اللي بيكون مركب بطارية، اللي بيكون خاضع لقسطرة، اللي بيكون عامل عملية قلب مفتوح، هل هن كمان بيعتبروا خلينا نقول دائرة الخطر ضمن مرضى القلب؟ الحقيقة المريض اللي عامل عملية قلب مفتوح هو بدنا ندير بالنا عليه تماما من أي عدوى. حتى قبل جائحة كورونا نحن كنا ننبه دائما يبعد عنه أي مريض مصاب برشح أو جريب أو إنفلونزا أو أي إنتان، لأنه فيما لو حصل هذا الإنتان رح يكون كتير قاسي ومتعب عليه طبعا، لأنه ناقه من مرض القلب لسه جديد. بس هي العملية بحد ذاتها ما لها علاقة بهالموضوع، بس نحن بنخاف عليه أنه ينصاب ولسه هو بطور النقاهة اللي هي خلال أول شهر من إجراء العمل الجراحي. هلا بالنسبة للقسطرة ما في مشكلة نهائيا من الموضوع، كأي مريض عادي كأي إنسان عادي. بقية أمراض القلب مثل الاحتشال العضلي القلبية أو نقص التروية ما لها علاقة بفيروس كورونا، لا بتأهب لهالموضوع ولا بتتأثر فيه. نعم. يعني دكتور مثل ما بنعرف ايضا مرضى القلب ممكن يصير عندهم نوبات احتشاء، ممكن يصير عندهم ايضا يعني جلطات، هي الامور كلها عم نسمع هلا انه زايده هيدي القصه، هل هالسبب انه مثلا دخل لجسم المريض فيروس كورونا هل بيؤدي لهذا الشيء ولا لا؟ هو ضمن أمراض القلب أحياناً بيصير هذا الموضوع؟ هو ممكن يصير حتى عند الشباب، هذا ممكن يصير صحيح. لكن فيروس كورونا من المعروف أنه بيأهب لحدوث شيء بنسميه الخثارات، تخثرات أو جلطات تحرك، فممكن تكون هي منتشرة بكل الجسم، ممكن تكون موضعة فقط بمكان معين. فهي إذا صابت القلب صار في شيء اسمه احتشاء عضلة قلبية أو الجلطة القلبية. نعم. ممكن يصير حتى دماغية، ممكن يصير بالأطراف، ممكن يصير بالكلية، بأي مكان. الحقيقة هو مرض جهازي بصيب كل أجهزة الجسم، هو أكثر انتقائية للرئة بعد القلب وبعد بقية الأنسجة، لكن الحقيقة كل الجسم ممكن يجي على الجهاز الهضمي. كثير من مرضى كورونا هلأ عم يصير عندهم إقياءات وإسهالات وبدون أي أعراض صدرية أو قلبية، فقط هي أعراض معدية أو معوية هضمية، أعراض هضمية. فهذا بصير كمان، يعني الحقيقة أعراضه كتير مختلفة ومتفاوتة من شخص حسب لآخر. حسب جسم الإنسان تماما من شخص لآخر، يمكن المنطقة حسب. الأضعف هو بيدخل عليها وبيهاجمها. يعني كمان نحن عم نحكي عن مرحلة الحذر لكل الأمراض وبالذات مرضى القلب، ولكن إذا أصيب مريض القلب بفيروس كورونا شو التداعيات اللي بتأدي وشو تأثيرها عليه؟
للأسف انتشرت شائعات كثيرة عن دور أدوية أمراض القلب بهالموضوع، أنه ممكن تكون مؤهبة أو مؤثرة. لا أبدا، ما ثبت هالشيء. أول نصيحة لمريض القلب يستمر بأخذ علاجاته اللي وصى فيها الطبيب القلبية كما هي دون تعديل أبدا. ممكن أحيانا نزيد بعض الأدوية إذا الضغط ارتفع أو نزل، يعني تعديل بسيط، لكن الاستمرار بالعلاجات الدوائية. ثانيا، هذا المرض إلى الآن ليس له علاج. انتشرت كثير وصفات على صفحات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وغيره، أنه هاي الوصفة بياخدها كل مريض مصاب بكورونا أو عنده أعراض. الحقيقة 80% من الحالات هي حالات خفيفة إلى متوسطة، ولا تحتاج أي علاج إلا العلاج العرضي بنسميه، اللي هو عبارة عن سيتامول مثلا فقط، مع شوية راحة، مع غذاء متوازن، مع الابتعاد عن الشدة النفسية اللي على موضوع المناعة. غير هيك ما في داعي. لا، رح سمي بعض الأدوية بأسماء مثل أزيثروميسين أو الديكساميتازون، لا تعطى إلا لمريض تأثرت رئتين عنده، صار في قصور تنفسي، صار في حاجة لدعم تنفسي. أما لا ينعطى بشكل وقائي. في ناس عم تأخذها بشكل عادي، إنه حتى بياخذوا وقائي بعضهم، وهذا غلط. هذا غلط كثير. تماما، إحنا بانتشار أفقي خلينا ناخذ الدواء 5 أيام نكون حامين حالنا. لا، هو لا يفيد في الوقاية أولا. إذا بده يصير الفيروس يصيب هالإنسان أخذ هالدواء أو ما أخذه نفس الشيء. صحيح، هو مضاد. لكن هي من الأدوية اللي ممكن تنوصف لمريض بمشفى، مريض عنده مشكلة صدرية، مريض عنده ستريس بنسميه أو شدة تنفسية وبيحتاج إلى دعم تنفسي. صحيح. حتى الديكساميتازون كمان انتشرت يعني كثير آراء وأقاويل، حتى بعض الأطباء كتبها من دكتورية اللي خلى الصيدليات كمان أيضا تعاني من فقدان الدواء. تماما. يعني سلمى، بنروح على الصيدلية بنطلب مثلا دواء التهاب لحالة مرضية، بيقول إنه ما في. ليش؟ لأنه اقتنته الناس وخزنوه، وخزنوا. هذا غلط كثير كثير كبير، هذا غلط كثير كبير. مثل الديكساميتازون، بعض الناس منزلين مثلا انه خذوه وقائيا او بالحالات الخفيفه مشان ما يتحول لحاله شديده. لم يثبت هذا الامر علميا، واعطائه ما بيمنع تحوله من الحاله المتوسطه او الخفيفه الى الحاله الشديده. هو بس بالحاله الشديده فعلا بيفيد، وهي غالبا هي اصلا مريض مشفى بيكون على الدوام التنفسيه، على الدعم التنفسي بيكون موجود على المنفسه او الاكسجين او اي وسائل دعم تنفسي. اما يتاخذ هيك وقائيا، لا، هذا غلط كثير كبير. بالعكس، الديكساميتازون هو من الادويه التي تضعف المناعه، معروف هذا الشيء. نحن نعطيه كمثبط مناعه احيانا لبعض المرضى. نعم، يعني دكتور كمان الحديث كتير مهم، وخاصة هلأ في كتير مرضى قلب عم يتم أعطائهم أدوية التهاب بغض النظر عن الأزيتروميسين، ممكن أدوية التهاب أخرى عم بتأدي أيضا لشغلات تانية معهم. يعني قديش مريض القلب المفروض يستشير طبيبه اللي مرافقه، اللي مرافق حالته، قبل ما ياخد أي دواء بغض النظر يعني إذا التهاب حتى غير التهاب. تماما. الحقيقة في كثير أدوية بتأثر على القلب، من الأزيثروميسين اللي بيؤدي إلى خلل في نقل التيار داخل العضلة القلبية عند بعض المرضى. طبعا مو كل المرضى ممكن ياخذوا مريض القلب، لكن بناء على وصفة طبية ولحالة تستدعي هذا الشيء. الديكساميتازون ممكن يأثر سلبا كثير على مرضى القلب، ممكن يرفع الضغط، ممكن يؤدي إلى حبس السوائل والشوارد ويؤدي إلى خلل فيها، وهذا شيء يعتبر خطير الحقيقة على مريض القلب أحيانا، خاصة مريض قصور القلب اللي أصلا معتمد على توازن السوائل والشوارد بجسمه. فالحقيقة بده انتباه شديد. الشيء اللي ما له داعي لأفضل بلاء، حتى المتممات الغذائية اللي انتشرت كتير وأنه بتفيد بالوقاية وبترفع المناعة، ما في شيء بيرفع المناعة غير الراحة النفسية، غير النوم الكافي خاصة بالليل. نوم النهار لا يعوض نوم الليل إطلاقا. الإجهاد الشديد، الأكل المتوازن مثلا ضروري جدا، هذا يكون متوازن. نحن أكلنا هون يعني ببيئتنا هو يحتوي على العناصر الأساسية الموجودة، فيتامين سي موجود بالبندورة، موجود بالليمون، موجود بالفليفلة، فيتامين دي موجود بالأكل اللي عم ناكله غالبا، فما في داعي لمتممات غذائية. بالنسبة للزنك نفس الشيء، انتشر كتير الزنك. الزنك هو عنصر مفيد وضروري، لكن كمان هو موجود بأكلنا. زيادته عم تأثر كتير سلبا على بعض المرضى. فيتامين سي إذا زاد كتير عن الحد المقبول ممكن يعمل حصيات كلوية مثلا.
فبدنا ندير بالنا الحقيقة ما ناخذ الأدوية عشوائيا. بنأكد مرة ثانية 80% من حالات كورونا هي حالات بسيطة إلى متوسطة، تحتاج علاج بسيط بالسيتامول، خافض حرارة وشوية راحة وفقط لا غير. الأدوية اللي أكثر من هيك تنعطى بوصفة طبية بناء على رأي الطبيب لحالات متقدمة أكثر. وبالمناسبة معظم هاي الحالات هي حالات استشفاء، حالات مشفى بتكون، مو حالات منزلية. أكيد. ويمكن يعني خلال هاي الفترة في كتير مثلا أشخاص ممكن اللي ينصابوا بالفيروس كانوا يستغربوا لما يقولوا لهم عدوا بالبيت وخذوا بس سيتامول وارتاحوا وقوا حالكم بيمشي الحال. الناس متعودة أنه لا أنا لازم أخذ دواء، ودواء كتير بأي مرضى بيصير معي ما بيمشي الحال. صحيح. كيف بدي يطيب من دون دواء؟ يعني هاي الفكرة شوي صعبة عند الحقيقة. هو هذا فيروس، هو مثل ما قلنا معظم مثل الحالات مثل الرشح، كيف نطيب من الرشح بأسبوع؟ تماما، هو بيشبه حالة الإنفلونزا، هو مو فيروس إنفلونزا، هو مختلف، لكن هي بيؤدي إلى حالة شبيهة فيها، فهو رح يشفى بمعظم الحالات. حتى الحالات الشديدة لا يعني أنه لا قدر الله بده يلاقي حتف الإنسان، لا، حتى الحالات الشديدة شفيت وطابت وتحسنت. نسبة الشفاء عالميا 97% من هذا المرض، و 80% مثل ما قلنا ما بحاجة غير لأدوية بسيطة، سيتامول وشوية راحة فقط لا غير. صحيح. يعني أيضا يمكن الخوف والرعب تمام. كمان له تأثير جدا، وخاصة على اللي عنده قلب، اللي عنده أمراض في الكلية. يعني هدول الأمراض اللي حذروا منهم، أنه حتى اللي معه سكري صار عندهم خوف، وأحيانا الخوف بس يتملك الشخص فهو لحاله مرض. قديش مهم أنه نحن من يعني في حال شعر المريض مريض القلب بإصابته بفيروس كورونا أنه يتابع طبيبه، ما ياخذ من ما يقرا على الانترنت شو عم بيصير، ما ياخذ عدد الوفيات، انه اللي بس هيك عم يمرض. يمكن في اشخاص يمرضوا وما يكون فيهم شيء ويفارقوا الحياه تماما. هلا نحن حتى النسب اللي عم نقولها للوفيات هي مثلا 3% فرضا، هي من الحالات المسجله. هلا في حالات كثير غير مسجله، صح، بيقولوا الحقيقه لما نشخص 1000 حاله في عنا 10,000 حالة غير مشخصة، لأنه مرقت مرور الكرام أو كانت أعراض بسيطة جدا أو أصلا غير عرضي، يعني ما ظهرت عليه أعراض نهائيا. هي الحالات الأكثر من الحالات المشخصة. بالنسبة للحالة النفسية جدا مهم هالأمر، الكآبة، التوتر النفسي، الشدة النفسية من أكثر ما يمكن أن يؤثر على المناعة. 100% هذا الكلام مظبوط وصحيح، والعكس تماما، يعني الفرح والبسط والضحك هي اللي بتحسن المناعة وبتقوينا بمواجهة المرض. صح. نعم. يعني دكتور اليوم حكينا بتفاصيل كتير مهمة بما يخص مرضى القلب، النصائح الأبرز اللي أنت بتشوف اليوم لازم نوجهها لكل حد عم بيتابعنا وخصوصا لمرضى القلب. أول شغلة ما بدها زعر ولا بدها خوف، اتباع أساليب الوقاية والحذر مهمة جدا، التباعد الاجتماعي أهم من أنه نأخذ فيتامينات أو متممات. التباعد المكاني أهم شيء، تباعد فكرة التباعد الاجتماعي أنه ما نقعد مع بعض، لا هو المهم المكان التباعد. يعني هلأ نحن متباعدين اجتماعيا، هذا المقصود فيه طبعاً. المسافة هي اللي هي متر متر ونص هي الكافية للوقاية. الكمامة جدا مهمة بالأماكن المزدحمة، واحد ماشي بالشارع وما في ازدحام ما في داعي للكمامة، لكن بالأماكن اللي فيها ازدحام يجب ارتداء الكمامة، ضرورية جدا الحقيقة. بالنسبة لمرضى القلب مرة تانية بنكرر الاستمرار بالأدوية، الأخذ الأدوية بانتظام، عدم اللجوء لهالوصفات اللي صارت كتير منتشرة واللي هي لا تناسب كل المرضى وممكن يكون لها تأثير كتير سلبي على مرضى القلب. نعم. يعني دكتور مع هالمعلومات وهيدي النصائح بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا أيضا نتمنى لك الصحة، ومثل ما ذكرت ببداية حديثك الرحمة أيضا على جميع أرواح جيشنا الأبيض اللي كانوا الخط الدفاع الأول في ظل انتشار هيدي الجائحة. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لكم والله يعطيكم العافية والسلامة والصحة للجميع. شكرا لك. السلامة والصحة لك ولكل طبعا مشاهدينا. شكرا.